دابا ديال التايت طيح في الصندوق تلقاو شي بقاو شي حبات بلاد هما مهورين هنا اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في ومرحبا بكم على فهد الباش الجديد من مدينه الدار البيضاء طب الزوق السلامه ديال الخضر سوق حي السلامة سوق شعبي سلامة السردين ديال البارح داير 12 درهم دابا شي مدة شي 4 ايام كان داير 20 درهم دابا طاح 8 درهم زوير السردين شحال داير دابا 8 درهم مالو طاح خويا حتى وجد خويا ماشي بحال هاديك الايام مابقاش هاديك المنزلة ياك جاو الصفا وداكشي بارك واش كلشي خرج دخل الحوت موجود سبحان الله العظيم شي 3 ايام دابا كان واصل 20 درهم 20 درهم 7000 ريال 7000 ريال شحال واش حاصل هاد الشبكه كاين من 80 درهم ل 120 درهم 120 درهم مليح طبعا خايف اليوم كاع بزاف موجود هاد الانشوبه شتيها بوحدها ولا شتيها لقيتها داخله في السردين السردين بحال اللي قلتي انا السردين ونص خديتهم مخلطين مخلطين نص نص بس هنشوفو نص السردين زوينه الانشوبه زوينه زوينه في الماكله ديالها هادي غليظ غليظه وهاد كبايله وهاد كبايله حتى هي تتحصل في الصندوق تتحصل في الصندوق غليظه هادي مهوره تيبغيوها الناس تيبغيوها الناس كاين اللي عزيز عليه تيجي اختصاصي في ديال الكبايله ولا عاد تعاود عندو شي مشيشات تا هو تيجي حتى اللي عندهم مشيشات كيجي يجي يدير الكبايله تقول لك الكبايله زاد المشيشات بعدا بنادم ملي كيجي كيلقى تيلقى 8 درهم كياخذ بعدا ياخذ الحوت تيزعم تياخذ حتى جوج كيلو ما كاينش دابا اللي ياخذ نص كيلو صافي كتجي من تجي تقول 4 درهم تقول 8 درهم خذي اختي نشوف بس سردين نشوف 10 درهم هذا الشيء هذا حق ديال المشاش تلقاو اللي مضروبه مسكان حتى تنخليوه المشيشات كيجيو المشاشات كيجيو المشاشات يلوح لهم مع الصباح كاين اللي تيجي يسول شي شويه المشيشات تنجمعهم ليه يعطيهم كوسيف راه خاص كلشي ياكل اللي جينا للواقع بنادم كلشي خاصو يعيش سبحان الله العظيم راه بحال ما كانت الدنيا غاده سبحان الله هاد الشبكه كتجيبها شي شحال من واحد كياكل ياكل ياكل المشاش ياكل بنادم ياكل اللي عنده واللي ما عندوش تربح حتى شويه ديال الوليدات مالي الدار تا هما الشميشه صابحه زوينه السوق تاع عامر كلشي الدراري مقدين الحوت شويه مرفق على الناس الحوت قشره وداكشي حتى هو شويه ما بقاش هذاك الثمن اللي كان راه من نهار السبت والحد والاثنين راه كان شياء دوزه حتى واحد ما يقدر يتقد بلاصه صاحبي ما تقديش انت ما نقدرش نجيب السردين ب 20 درهم من 10 درهم وغالي على السكن ما تقديش داك الشيء كاع جيتي حتى شحال من خطره وما بقيتيني السردين غالي رخيص ماشي مشكل عاد تقول لي 20 درهم تقول لك غنستانف انا اليوم على الحوت غنمشي نتقدى شي حاجه اخرى غنتقدى السردين دابا 20 درهم راه تجيب لها 2 كيلو ديال السردين ولا نشوف تجيب لها نشوف والسردين 2 كيلو ب 320 وشات لها الصف شات شري العطريه وزويتينات الحمد لله دابا ورخاو كل خير موجود هذاك هو ما تقدرش تقداش الكبس بعلى بزاف
تخرجتش غتولي بحال وارم فيها شي حاجه ولا ما تبعش لك اصحابي المره اللي سومات غادي تهرب يمكنش نجيبها بلا تقول 10 درهم تجي الناس غالي حتى غتقول لهم 20 درهم 10 درهم وكتجي الناس تجي الناس غالي تقول لك واه اللي سر ديال 10 درهم في البلاد ديالنا ما كاينش دابا شكرا خويا زوير الله يكبر بك مرحبا بكم اخويا 750 يوسف خويا صباح النور 750 و 320 بوحدها صباح خير خويا صافي اش هاد الشرين هاد؟ خويا المليح كيما ديما كيما ديما خويا صافي شحال ديال الشرين؟ الشرين 13 درهم زوين وجديد تاع ملمونة هذا شنو هو يوسف؟ هذا يا خويا كيقول لها الراطة 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 مليحة زوينة في الماكلة علاش كتنقيوه؟ المحاوي السبان اليوم بحال هكا بحال بالسبان عباد الناس ما منقيش كتبقى بحال هكا كتبان هكا كتبين اليوم الحم باش كيزعم بنادم هنا كتبان فيها ميت هادي راه كيبيعوها الناس بلالوط هادي اللي تقول هادي اللي تيقول لها لالوط كيقول لك لالوط ما هي الراطا هو شنو هو الفرق بين لالوط والراطا؟ الفرق ما بينهم اخويا لالوط كيكون راسه مبغز شويه فطح كبير والثمن لالوط راه 170 درهم 150 درهم دير 30 درهم كيلو ياكل بنادم هنا شنو هو؟ هادي اخويا المقيله كانت مع السرن ديال كيقولوا لي اناناس هذا سميتو زوين تماك زوين ماشي سرغوز اناناس لقيتيه مع السرن؟ السرن هذاك جديد هذا السر ديالي هو ذاك اللي كاين تا السرن تا السر ديالي تا هو لقيتيه مع السرن هذا اخويا هذا كنز اخويا السر تبارك الله السلام عليكم هنا هذا لاباطيش لاباطيش اسمينا شحال؟ اسمينا 25 درهم لاباطيس بيجو؟ بيجو غلا 30 درهم و اناناس؟ اناناس 300 هنا هاد هاديك الراطا ديال 30 درهم سمينا سمينا بعدا من نفسها ماشي بحال كان بحال حنا سيمانة وكنجيو خاويين السيمانة اللي فاتت ما كنتيش تاخذ بهاد الاسم ما تقديتش كاع اخويا السر ديك واصل 20 درهم يعني لو كان السر ديال 20 درهم شحال تجيب هاد الحوت الاخر؟ لا خاصك لي جبت كيلو بقري والله الا لقينا دافين كاع ما تقدرش ما تقدرش تجيب بحال هاد لاباطيش تقول بنادم 35 درهم لا يمكن تبقى لك السلعه في العشرين ما غاديش ياخذ شي واحد الله ما يديه